أهلا بكم مرة تانية ونظرة مفصلة على أحوال الطقس. هيئة الأرصاد بتتوقع أنه النهاردة الطقس هيكون بارد الصبح بدري ومائل للبرودة بالنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومعتدل على شمال الصعيد، ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون بارد على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة على جنوب البلاد، وفي فرص أمطار خفيفة على فترات متقطعة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية. كمان هتتكون الثلوج على قمة جبل موسى وسانت كاترين. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. دكتورة منار، صباح الخير. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. دكتورة منار، الطقس النهاردة إيه من وجهة نظركم في الأرصاد؟ احنا طبعا بنشهد تحسن نسبي في الاحوال الجويه بعد التقلبات الجويه اللي شهدناها امس واول امس ويمكن كمان من يوم الاثنين الماضي، وانخفضت درجات الحراره بشكل ملحوظ. اليوم هنبدا نتاثر بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، هيعمل على زياده فترات سطوع اشعه الشمس خلال فتره النهار، ونبدا نحس بالارتفاع الطفيف في درجات الحراره. تبدا درجات الحراره تعود بالمعدلات الطبيعيه لا في مثل هذا الوقت من العام، لكن ما زالت درجات الحراره منخفضه. احنا بنتكلم في متوسط درجات حراره خلال فتره النهار ما بين ال 17 وال 18 درجه مئويه على القاهره الكبرى، فاحساسنا بالطقس خلال فتره النهار خاصه فترة الظهيرة بيكون طقس يعني نقدر نقول مائل للبرودة على القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، سواحلنا الشمالية، أيضا محافظات شمال الصعيد، طقس دافي ومائل للدفء على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء. ده بيكون فقط خلال فترة النهار، لكن مع دخول فترة الليل وغياب أشعة الشمس تبدأ درجات الحرارة تنخفض بشكل كبير وشكل ملحوظ، فرق كبير بين فترة النهار وفترة الليل، وخاصة ساعات الليل المتأخر وفترة الصباح الباكر. الفترات اللي في ساعات الليل المتأخر دي الأجواء فيها بتنخفض وتكون باردة شديدة البرودة على أغلب مناطق الجمهورية الصغرى. فترة الليل على القاهرة الكبرى ما بين 9 و10 درجات، بعض المناطق من محافظات شمال الصعيد بتوصل لخمس وست درجات، بعض المناطق من وسط سيناء اقل من 5 درجات، كمان مرتفعات سانت كاترين وجبال موسى بتسجل درجات حراره تحت الصفر، فاجواء فتره الليل في بعض المناطق بتكون قارصه البروده. الصقيع بيتكون على المزروعات الموجوده في وسط سيناء شمال الصعيد محافظه الوادي الجديد بسبب الانخفاض الكبير في درجات الحراره فتره الليل، كمان السلوك بيتكون على مرتفعات سانت كاترين بسبب انخفاض درجات الحراره بيوصل تحت الصفر. بالاضافه كمان ان اليوم فرص الامطار هتقل على الايام الماضيه وتنحصر فقط في السواحل الشماليه ومحافظات الوجه البحري. يمكن احنا خلال الايام الماضيه كان في فرص امطار وصلت للقاهره الكبرى وكان متفاوت الشده، لكن اليوم فرص الامطار هتكون خفيفه فقط على بعض المناطق من مطروح، الاسكندريه، البحيره، كفر الشيخ، الدقهليه، دمياط، بورسعيد، رفح، العريش، وكلها فرص امطار على فترات متقطعه وخفيفه وغير مؤثره تماما على اعمال الانشطه اليوميه. بالاضافه كمان الظاهره الجويه المؤثره يمكن شفناها فتره الصباح الباكر، هتعود تاني الشبورة المائية في التكون خلال فترة الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وهتأدي لانخفاض في الرؤية الأفقية. مع تكون الشبورة المائية بيكون في ساعات الليل المتأخر بتستمر معنا حتى سطوع أشعة الشمس، بعد أشعة الشمس تبدأ الشبورة المائية في التلاشي. الأجواء دي متوقع إن شاء الله إن هي تستمر معنا غدا الجمعة كمان إن شاء الله، ومع يوم السبت تبدأ تاني كميات الأمطار تزيد على المناطق الساحلية. خلينا كمان ننوه إن في اعتدال في حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط بعد ارتفاع الأمواج اللي شهدناه خلال الأيام الماضية. البحر المتوسط هيكون مؤهل لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية وأعمال التنزه، وإن شاء الله كمان البحر الأحمر. مهم جدا ناخد بالنا من انخفاض درجات الحرارة فترات الليل المتأخر فترة الصباح الباكر، رغم ان احنا هنعيش استقرار في الاحوال الجوية، ان درجات الحرارة هتبقى درجات حرارة شتوية نقدر نقول مائلة للبرودة فترة النهار، لان احنا كلنا يعني بنقول ان شهر فبراير هيجي زي شهر يناير ويكون في ارتفاع في الحرارة، لا، شهر فبراير ممكن احنا خلال هذه الايام بنسجل درجات حرارة تعتبر ابرد درجات الحرارة في فصل الشتاء حتى الان. بالامس عظمى على القاهرة الكبرى 14 درجة مئوية، خلال هذه الايام 17 و18 درجة مئوية، فناخد بالنا من انخفاض درجات الحرارة فترة
فترة النهار وفترات الليل، ونحافظ على ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خلال فترة النهار وأيضا خلال فترات الليل. مهم جدا قائدي المركبات والمسافرين على الطرق فترة الصباح الباكر تكون القيادة بهدوء تام، نتبع كافة تعليمات المرور، نشغل كشافات الشبورة الموجودة في السيارات. مهم كمان ان احنا دايما قبل ما نخرج من البيت نعرف الحالة الجوية ايه ونبدأ نتعامل مع اي ظروف جوية مختلفة. ده مهم جدا طبعا يا دكتورة منار. طيب حضرتك دلوقتي كنت بتقولي ان شهر فبراير يعني سجل اقل درجات حرارة، يعني اقل من مثل هذا الوقت من العام في الأعوام الماضية. طيب مع دخول شهر مارس، يعني يمكن العلماء بيقولوا إنه الجو بقى إكستريم زي ما بيقولوا بسبب التغيرات المناخية، وبقى البرد شديد البرودة والحر شديد الحرارة، يبقى فيه إكستريم ويذر. طيب مع دخول شهر مارس اللي هو المفروض بداية الربيع، هيهل علينا شهر رمضان إن شاء الله، يعني متوقع إن هيكون برضو الجو لسه برد، ولا هتبدأ الدرجات الحرارة في الاعتدال على أساس إن ده بداية الربيع؟ هو احنا طبعا دايما بنقول ان شهر يناير وفبراير ذروه فصل الشتاء، لان يناير بيحصل فيه انخفاضات في درجات الحراره وكمان فبراير، لكن احنا خلال هذا العام تحديدا يناير كان ادفى من بعض الاعوام الماضيه وكان فيه ارتفاع في الحراره. جه فبراير في طبعا انخفاض ملحوظ في الحراره، وتعتبر دي المعدلات، لان الطبيعي ان احنا في فصل الشتاء يكون فيه انخفاض في الحراره. كمان شهر مارس الثلاث اسابيع الاولى في شهر مارس يعتبروا في فصل الشتاء، لان فصل الشتاء بينتهي 20 مارس ويبدا الربيع 21 مارس، بتكون درجات الحراره في شهر مارس في العموم منخفضه، لان احنا كل ما بنتقدم في فصل الربيع كل ما بيحصل ارتفاعات في درجات الحراره، لكن ان شاء الله بيكون في مارس وكمان في شهر ابريل درجات الحراره حول المعدلات، درجات الحراره بتكون منخفضه، لان احنا تدريجيا يعني بنقول دايما ان الربيع بياخد بعض سمات فصل الصيف، لكن في نهايات الربيع مش بدايات الربيع، دايما النص الاول من فصل الربيع بياخد من الفصل القبلي اللي هو فصل الشتاء، فان شاء الله تكون درجات حراره معتدله ونبدا يعني نستمتع بالاجواء ان شاء الله في شهر رمضان الكريم باذن الله. وكل سنه وحضراتكم طيب. حضرتك طيبه. طب سؤال اخير يا دكتور منار، يعني حضرتك بتقولي ان طبعا درجات الحراره بتكون في اواخر الليل او الصباح الباكر بتكون في اقل معدلاتها، الجو بيكون شديد البروده، يعني انا وانا جايه النهارده الصبح انا ومنى زميلتي وبقيه زمايلنا في الاستوديو، احنا جايين داخلين طبعا الساعه 5 الصبح الجو كان قارس البروده، الفكره انه درجه الحراره مثلا قدامي في العربيه حاجه واحساسي انا بالبرد اقل بكتير، يعني لو انا قدامي مثلا درجه الحراره مثلا 10 لا انا احساسي ان هي 5 مثلا، ايه السبب في دوت؟ يعني ليه بنحس البرد اكتر؟ هو طبعا في حد عدة عوامل بتأثر على إحساسنا بدرجات الحرارة وخاصة في فصل الشتاء. أول عنصر إن كل كتل هوائية قادمة من على الصحراء فبتكون نسب الرطوبة فيها منخفض بشكل كبير، فانخفاض نسب الرطوبة بيخلينا نحس إن درجات الحرارة أبرد، بنحسها يعني لو تكون النهاردة 10 درجة مئوية هنحسها 8 أو 6 درجات. كمان نشاط رياح، لما بيكون في نشاط رياح، نشاط رياح دايما عامل مهم جدا في احساسنا ببروده الطقس وانخفاض درجات الحراره، فدي ده عوامل دايما بتاثر على درجه الحراره المحسوسه غير المتوقعه، زي ما بيحصل معانا في فصل الصيف هكذا في فصل الشتاء ايضا، في درجه في عوامل بتخلينا نحس ان المحسوسه ودرجه الحراره المحسوسه اقل من درجه الحراره المتوقعه دايما، واللي احنا دايما بنقولها في نشراتنا، اهمها طبعا نشاط الرياح، ثاني حاجه نسب الرطوبه المنخفضه في الكتل الهوائيه، ويمكن احنا اليوم كان في انخفاض في نسب الرطوبه، الكتل الهوائيه معظمها قادمه من على الصحراء، فحسينا بالفعل بالاجواء المنخفضه او الاجواء شديده البروده وقارصه البروده خلال فتره الليل، لان احنا كمان فتره الليل والصباح الباكر سجلنا صغرى على القاهره الكبرى 8 درجات، فاكيد كان احساسنا بيها كمان اقل من 8 درجات. طب وبالنسبه للمناطق الساحليه يا دكتوره منار، يعني المناطق الساحليه يمكن في قلق من الامطار لما بتزيد بشكل كبير وده بيأثر على الاجواء هناك، نقدر نقول ان هيبقى في استقرار الى حد ما اليومين الجايين، ولا لسه هيفضل في نوع من انواع عدم يعني الانتظام في الاحوال الجويه؟ بالفعل يمكن احنا خلال الايام الماضيه حتى امس كان في طبعا تقلبات جويه خاصه على المناطق الساحليه بسبب طبعا قربها من المنخفضات الجويه، فبتكون اكثر تاثرا بسقوط الامطار، يمكن كانت امطار متفاوته الشده خلال الايام الماضيه وصلت احيانا للغزير وتساقط حبات البرد في بعض الاماكن، متوقع اليوم وغدا تحديدا ان كميه الامطار تكون اقل على المناطق الساحليه، تتحول لامطار خفيفه على اغلب المحافظات المطله على البحر المتوسط، ده هيكون معانا الخميس
الجمعة، لكن متوقع مع يوم السبت والحد ترجع تاني كميات الأمطار تزيد على المناطق الساحلية، لأن احنا الدرجات الضغطية هتبدأ تختلف، يكون في امتداد منخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا مع أيضا كتل هوائية شمالية من على البحر المتوسط، بس نبدأ تاني كميات الأمطار تزيد وتحول لأمطار خفيفة ممكن توصل للمتوسطة على أغلب المحافظات المطلة على البحر المتوسط، لكن ده يعتبر موسم الأمطار في المناطق الساحلية، فهم يعني في تعود على كميات الأمطار وعلى حالات التقلبات الجوية على مدار فصل الشتاء. ويمكن احنا برضو خلينا نأكد ان احنا في يناير كان معدل الأمطار كان أقل، فيعتبر ده المعدل الطبيعي ان التقلبات الجوية وسقوط أمطار على المناطق الساحلية. طب هل المنخفضات الجوية دي يا دكتور منار بتؤدي إلى ظهور الشبور على الطرق؟ في الغالب في عوامل كتيرة بتأثر على تكون الشبورة المائية، أهمها إن احنا نبقى في حالة استقرار في الأحوال الجوية ويكون في مرتفع جوي في طبقات الجو العليا مش منخفض جوي، دايماً المنخفض الجوي بيعمل كل عوامل الرطوبة والموجودة في طبقات قريبة من سطح الأرض بيرفعها في طبقة وتتكون معها السحب وحالات عدم الاستقرار، لكن المرتفع الجوي ده اللي بيحبس كل الرطوبة بطبقة قريبة من سطح الأرض فبيساعد على تكون الشبورة المائية، لازم يكون فيه هدوء في سرعات الرياح، لازم يكون يتوافر عوامل الرطوبة بشكل كبير، فالمنخفضات الجوية ما بتساعدش تماما على تكون الشبورة المائية، اللي بيساعد على تكون الشبورة المائية هي المرتفعات الجوية، توافر عوامل الرطوبة خلال فترات الليل، هدوء سرعات الرياح، ويمكن ده اللي احنا متوقع ان احنا نشوفه الخميس والجمعة تكون الشبورة المائية، لكن مع يوم السبت مع وجود المنخفض الجوي هيكون في أمطار مش هيكون في شبورة مائية إن شاء الله. إن شاء الله. بنشكر حضرتك دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، شكرا لحضرتك وشكرا على معلومة الفرق ما بين المنخفض الجوي والمرتفع الجوي. دلوقتي تعالوا مع بعض نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. في القاهرة العظمى 17 والصغرى 10، أما في العاصمة الإدارية العظمى 17 والصغرى 9، في الإسكندرية العظمى 16 والصغرى 10، في العلمين الجديدة العظمى 15 والصغرى 9، في مطروح العظمى 15 والصغرى 8، أما في دمياط العظمى 17 والصغرى 10، في بورسعيد درجة الحرارة العظمى، في السويس درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 9، أما في العريش درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 9، في كاترين درجة الحرارة العظمى 10 والصغرى 1، أما في طابة فدرجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 10، في حلايب العظمى 22 والصغرى 14، أما في شلاتين العظمى 24 والصغرى 13، في شرم الشيخ العظمى 23 والصغرى 13، وفي الغردقة درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 10. في الفيوم درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 7، أما في بني سويف درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 6، في الوادي الجديد درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 6، أما في أسيوط درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 5، في سوهاج درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 5، وفي إنا درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 8، في الأقصر درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 8، أما في أسوان فدرجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 10. وعودة لمنا واستكمال فقرات صباح الخير يا مصر.